سلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. واليوم جيت نحكي لكم على تجربه حقيقيه واللي هي تجربتي انا مع هاد لي برودوي اللي راكم تشوفوا فيهم قدامكم، اللي الصراحه سوفاو لي شعري. انا في الفتره الاخيره شعري كان يطيح ولا خفيف، حتى يعني خفيف بالبزاف، حتى اني اضطريت نغير الشامبوان تاعي من الشامبوان العادي للشامبوان مفيد يعني ونستفاد منه، ودرت حتى الزيت. البنات راني غادي نحكي لكم على تجربه حقيقيه اللي هي تاعي وما زدت لحد الان مداوم عليهم. دوك نفتح لي برودوي معاكم وتشوفوهم نصفين، لانه هادو لي برودوي يخصوني وانا اللي راني نستعمل فيهم وما زدت لحد الان مداوم عليهم لاني لقيت نتيجه، وبالتالي حبيت اني ندير فيديو ونفيدكم. يعني على بالي بلي معظم يعني لا ماجوريتي تاع البنات يعانيو من تساقط الشعر والفراغات وهذوك التقصف ولي فوخش من تحت، وكل بزاف بزاف بنات يعانيو يعني من التساقط. اذا هذا هو الشامبو، راه قدامكم سموه شامبو القنفذ. السعر تاعه يكون 30000 حتى 50000، ماشي غالي بزاف. والميزه اللي فيه والحاجه اللي عجبتني فيه بزاف بزاف فيه الكيراتين، يعني كي تدخلي تغسلي فيه ما تحقيش كي تدخلي تغسلي به في الدوش ما تحقيش لابري شامبو، بيسك فيه الكيراتين شعرك يولي سوبل في الحمام. اذا كما تعرفوا هذا الشامبوان تاع القنفذ بالكيراتين يقوي ويرطب الشعر حتى لواحد الدرجه ما تصوروهاش، يعطي الحيويه ولا معان للشعر. جربته انا ومزت لحد الان مداوم عليه. بالنسبه للزيت، هذا الزيت لازم يتمشى مع الشامبوان تاعه، اوبليجي ديروه. الزيت هذا يعمل على تعزيز نمو الشعر عن طريق التحكم في تساقط الشعر من خلال زيادة الدورة الدموية كما نقوم على بكم في فروة الرأس. إذا لو كنت تديري شامبوان بلا زيت ما حش تشوفي النتيجة. هذا الزيت طريقة الاستعمال تاعه أنك تديريه في الفراغات اللي في رأسك في الفروة. شوفوا الشامبوان ما ديروهش في الفروة، يعني حتى لكن درتيه في الفروة يعني ما عليش، ولكن يعني الشامبوان يعالج بالبزاف بزاف تاني الخصولات، ولكن هذا الزيت لازم نحطوه في الفروة تاع الرأس. الدور تاع هذا الزيت انه شغل يقوي لك شعرك في الفروة، لازم يعني كي تابليكيه ما تابليكيهش في الخصولات فقط، يعني تابليكيه على الشعر في الفروة وخاصة في المناطق اللي عندك فارغين. اذا راني فتحت معكم هذا هو الشامبوان، كما تشوفوا القرعة راهي من الصفا، قلت لكم هذه يعني راهي باينة بلي راني نستعمل فيها، باش تقولوش يعني اعلان ولا عفسة. فوالا شامبوان لكل انواع الشعر، يقوي الشعر الصراحه، والسعر تاعها ماشي غالي، قلت لكم 30000 35000. انا استعملته ولكن بديت نشوف النتيجه غير كيما راني نديرها مع الزيت، فهمتوا؟ يعني باينه اصلا في العلبه تاع الشامبوان يقول لك بلي ماذا بكم تستعملوا الزيت تاعه. وهذا الزيت نفتحه معكم. بون لابليكاسيون تاع الزيت هادي لازم ديروه في الفروه، قلت لكم يعالج الصلع والفراغات اللي موجوده في الصلع. فوالا قرعه راهي منصفه، قلت لكم نستعمل فيها شخصيا. ديروها في الفراغ ميم سي ما يكونش عندك الفراغات، يعني نحمو الشعر تاعنا. الوقايه خير من العلاج، هادي الا كان شعرك خفيف غادي يقويه لك. فوالا كيما كون تشوفوا لا فوتو كيما راهم دايرين لكم، كي يكون عندك فراغات وتحطي هذاك الزيت راح يقوي لك ان شاء الله، فقط المداومه. واما بالنسبه لملاحظه حبيت نديرها، كي ديروا حمام زيتي سيو ضيفوا لي هذا الزيت تاع القنفذ. انا حاليا مازلت مداومه على هذا الشامبوان مع الزيت تاعه. راكم عارفين بلي الشعر تاعنا يطيح، والسبب عدم زيادة طول الشعر، يعني كاين أسباب بزاف منها خلل في توازن الهرمونات، يعني هذه من الأمور التي تبطئ نمو الشعر ولا توقف نموه ولا ترهقه. راكم عارفين تاني استخدام مستحضرات بزاف، يعني الخلاط هذاك تاع لي برودوي وأدوات تصفيف الشعر يعني تكون مؤذية للشعر، هذه كاع غادي تضيع لنا الشعر تاعنا. والستريس التوتر المستمر، كاين تاني عامل تاع الجينات والوراثه، يعني كاين شعوراتهم ما يطوالوش، يعني هذه اللي تعرف باللي مشكل تاع الجينات، يعني احنا نميزو باللي ميسنا وكاع شعوراتهم قصار يعني
حاجه باينه حنا ايريديتير، شعوراتنا ما غاديش يطوالوا. اذا كاين عوامل بزاف 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 تاثر على النمو الشعر تاعنا، لازم يعني الانسان سورتو البنت لازم توقف مع شعرها. وبالنسبه للبرودوي الثالث هذا حبيت نحكي عليه، يعني كنت راح نديرها في فيديو خاص ولكن قلت نحطها لكم ديريكتومون. هذا السيروم تاع لوريال الفيف، يعني صراحه هايل بزاف، دوك نقول لكم عليه. اولا القوام تاعه جاي خفيف على عكس هذوك السيرومات الاخرين. بون هذه وحده. الحاجه الزوجه هذه القرعه اوريجينال، السعر تاعه 200 ميل، يعني ما غاديش تندمي عليه الصراحه، يعني فيه كميه يعني هايله، يعني تكفيك ان تشد لك يعني شهر شهرين، لا تشد لك 2 موا هكا. يعني الا كنتي زعما ديري كميه ما كنتيش يعني تضيعي فيه، يعني تستعمليه بكثره. الحاجه اللي عجبتني فيه القوام تاعه خفيف، كي ديريه على الشعر الشعر بالخف تلم، القوام تاعه خفيف، هذيك الخصوله تاع الشعر تمتص هذا الزيت وشعرك. وحاجه الزوجه يعطي لمعان، يعني لو كنتي دايره بروشينغ جابت شعرك كوافيته، كي تعاودي ديري هذا السيروم غادي يجيك هذاك اللمعان. الحاجه الثالثه عندها رائحه، الريحه تاعه مميزه بالبزاف، يعطيك واحد يعني لودور في الشعر تاعك، يعني ما تحش متامنيش، يعني عجبني، يعني حتى تستغني على عطور الخاصه بالشعر وتكتفي بهذا السيروم. البنات وكنصيحه نعطيها لكم، اذا كان عندك فقر الدم يعني لازم تعالجيه، لانه نقص الحديد ثاني يسبب تساقط الشعر بالبزاف. كاين بزاف بنات فيهم لانيمي، يعني امبوسيبل تلقي وحده فيها لانيمي وشعرها شبه امبوسيبل، هذه باسكو نقص عنصر الحديد يؤدي الى يعني الشعر يولي يتفتت، يولي يعني هش بالبزاف، ولا غير توشيه المشطه يتقطع، ولا يتقطع دي فوا جربت ويطيح وحده. وكما راكم عارفين معدل نمو الشعرة يعني من نصف حتى 1.7 سنتيمتر شهريا، وكل وحده وكيفاش الشعر تاعها. وتاني عامل الوراثه قلت لكم تاني داخل فيها، يعني لازم نعتنوا. وتاني كاين مكملات غذائيه تحتوي على عناصر مفيده للشعر، تاني لازم نستعملوها، ماشي برك يعني نداوه من الداخل من برا، عفوا لازم تاني نداوه من الداخل، يعني نتناولوا لي فيتامين، الفواكه ما تنسوش، الحديد، البروتينات. وكاستعمال خارجي راني نعطيكم هاد الشامبوان والزيت، ما تنسوش تشروهم مع بعض، لانه الزيت يكمل الشامبوان والشامبوان يكمل الزيت. والسيروم هذاك زياده تقدري تستغني عليه، يعني باسكو شويه مكلف. انا نتمنى تجربوه وتكونوا استفدتوا مني. وهذه كانت نصيحتي لكم لنهار اليوم، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.